احتفلت شبيبة كنيسة الرسل في الزرقاء باللقاء السنوي يسوع فرحي للشبيبة الجامعية والعاملة للسنة 12 على التوالي، حيث جاء هذا العام بعنوان فاختار 12 وسماهم رسلا. وابتدأ الاحتفال بقداس إلهي ترأسه الأب إلي كورزون ضيف اللقاء بحضور كاهن الرعية الأب طارق حجازين والأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات اللاتين في الأردن، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وأعضاء الشبيبات من مختلف محافظات المملكة. وتحدث الأب إلي كورزون في المحاضرة التي قدمها عن حياته الشخصية منذ التحاقه بالمعهد الإكليريكي وحتى سيامته الكهنوتية وخدمته في العديد من الرعايا. بفرح عظيم اليوم بتواجد بالزرقاء مع شبيبة الأردن وشبيبة الزرقاء، وست سنين من 12 سنة لاحتفال يسوع فرحي بالزرقاء مضيته مع شبيبة الزرقاء، وأكيد فرح كبير إنه أرجع أشوف الوجوه قديمة اللي هي دائما وجوه محبة، وأكيد هاللقاء هذا بيجمعنا حتى حول السيد المسيح، حول فرح السيد المسيح. وأكيد إنه هالخبرة اللي إحنا كل واحد منا عاشها مش مفروض إنه تضل بس إلنا، إنه لازم نخبرها للجميع، وزي ما الرسل راحوا بشروا وأعلنوا البشارة كذلك إحنا نأخذ هالخبرتنا ومنعطيها للآخرين، حتى هالفرح اللي أخذناه من السيد المسيح نعطيه للجميع دائما إن شاء الله. واشتمل اللقاء على العديد من الفقرات الروحية والثقافية وعرض مسرحيات ودبكات. اليوم احنا عم نركز على هوية الشاب المسيحي بالفئة الجمعية والعاملة، على انه يكون هو الرسول 12 اللي بيقدم رسالة حية لها المجتمع اللي بعض الاوقات عم نشوف بفقدان لمعنى الهوية المسيحية. انا اليوم برحب فيهم كمرشد لشبيبة الرسل، بتمنى من ربنا هاللقاء يكون فعلا مثمر، من خلاله كل شاب وصبية قادر يحكي بكل فخر انه هو مسيحي ومسيحي كذلك رسول، يحمل رسالته بالزمان وبالمكان اللي بيكون موجود فيه، إن كان طبيب ولا إن كان بالجامعة ولا إن كان بالعمل، في أي مكان موجود فيه. يسوع فرحي هو نشاط بتقيمه شبيبة الرسل في الزرقاء الشمالي من 12 سنة، وأنا بذكر حالي لما كنت بهاي الشبيبة أول يسوع فرحي كنا مع بعض عم نعمل هذا النشاط من أجل إعلاء صوت الرب. من 12 سنة بهمة الكهن الموجودين في هاي الكنيسة وبهمة الشبيبة، بالرغم من الصعوبات اللي بواجهها هالأيام، عم بيحاولوا يكونوا رسلا، فكأنه الله أعطى هاي الكنيسة اسمها كنيسة الرسل لتكون محافظة في تجديد الرسل الدائم في الحياة. كل لقاء بيتحدث والمغزى منه انه نحكي عن كيف انك تكون انت رسول بدينك المسيحيتك، انك كيف تكون رسول في المجتمع اللي انت عايش فيه. فهاي الرساله اللي احنا حابين انه نوصلها، انه ما نكون مجرد كلام نحكي دائما عن مسيحيتنا، حابين انه للكل انه يشوف رساله المسيحيه تاعتنا باعمالنا، حتى يشوفوا اعمالنا ويحكوا انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا. لقاء يسوع فرحي هو بنعمل كل سنه بشبيبه الزرقاء، هو لقاء بيجمع شبيبات المملكه من كل انحاء الاردن، هو لقاء بنتعرف فيه على يسوع اكثر، بنتعرف على ناس جديده، بنكسب خبرات، وكل لقاء فيه بيكون هدف معين وشعار لهذا اللقاء. الشعار هاي السنه اختارهم 12 رسولا، وهلا عم نكمل باللقاء وان شاء الله يكون مفيد وحلو، ويسوع اكيد فرحي دائما وفرح للجميع. حقيقه يعني الاجواء كثير جدا طيبه، خاصه انه التقينا بهذا الكم الهائل من الشبيبة الأردنية. طبعا هو تبادل ثقافات، تبادل يعني احنا مجتمعنا ايضا كنا نتجمع هيك بالعراق، لكن هنا اجينا من العراق بعد التهجير، افتقدنا قليلا هذا هاي التجمعات. يسوع فرحي هو الفرصة الوحيدة لنا خلال سنة كاملة كشبيبة رسل ان نشتغل مع بعض فرقة واحدة، من خلالها نقدر نجتمع نعمل فقرات جديدة كل مرة مع فريق جديد، اشي بخلينا نحس بمعنى الشبيبة كمجموعة كاملة.